بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ديالي نزيهة مشيش، رئيس جمعية اليد في اليد السكنية بتجزئة ريفا جوج بالسعيدية. تجزئة ريفا جوج المنبثقة من دوار طنجة سابقا. هذا الحي الصافحي عرف مجموعة من الخروقات في برنامج إعادة الإيواء، على رأسها كيف ما تتشوفوا هذا البلون اللي تقدم سيدنا نهار الأول اللي تيخص الحي. البلون كيف ما شفتوا ديال الحي هو نموذجي جدا، وفيه جميع المرافق العموميه اللي تتوفر في الاحياء الراقيه، ماشي غير الاحياء ديال اعاده الصفيح. كيف ما تشوفوا هنايا دار شباب، هنا سونتر دو سونتي، ايكول مساحتها 7300 متر كاري، هنا كانت نورمالمون اسباس فير، وهنا اسباس جو انفون، وهنايا اللي بالخضر سونتر كوميرسيال. اللي وقع هو ان العمران ترامت على كل هاد المرافق العمومية وحرمتنا احنا كساكنة من جوج المرافق العمومية. حولت ليكول إلى بقعة تجارية وبقعة إعادة الإيواء. السونتر دو سونتي حتى هو مشى. ليسباس فيغ تحرمنا منه، تحرمنا من ليسباس جو أونفون، بقى دابا غير دار الشباب. وليسوا حتى وأن هاد دار الشباب هي صغيرة بزاف، ما فيها لا ملاعب لا ميني فوت لا حتى شي حاجة. لهذا احنا اليوم كجمعية تنطلبوا المسؤولين، احنا تقدمنا طلبات بهذا الخصوص. تنطلبوا اولا بان هذه المساحة المخصصة للمركز التجاري اللي مازال ما تبناش، احنا تنطلبوا تعويضا لنا المرافق العمومية اللي تحرمنا منها لانها تسمح لنا كجمعية. وحنا غنتكلفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ببناء ملعب للقرب خاص بالاطفال. هذا الملعب اللي غيضيف شيء كثير للحي، واللي يقدر يعوضنا على خسارة مرافق عمومية جد مهمة، نعاود نكررها، كالمدرسة وكديسبونسير مركز صحي صغير. ليسباس فيغ وليسباس جو أونفون. العمران كانت مسؤولة، المسؤول رقم واحد في هذا التسيب اللي وقع في هذا الحي، إضافة لبعض عناصر السلطة اللي تورطوا، من بينهم تنشوفوا الفضيحة ديال عاون السلطة عبد السلام الشرابي اللي خدا ما يفوق 167 مليون سنتيم كرشاوي من الناس من اجل الاستفاده ببقعة ارضيه. طبعا هاد الناس لا علاقه لهم بالحي وعدهم بالاستفاده. خدا ما يفوق 167 مليون، هذا الشيء كاحصاء اولي قلنا به. العدد المرشح للارتفاع طبعا هو دابا هو البلاد، ما كانش بوحدو، مازال المسؤولين ما تحاسبوش، مازال المسؤولين على التسيب اللي وقع في برنامج اعاده الايواء ما تحاسبوش، مازال مسؤولين على حرمان السكينة من جوج المرافق العمومية ما تحاسبوش. حنا كجمعية سكنية خدينا على عاتقنا الدفاع عن مصالح الساكنة ديال الحي، ومن بينها المرافق العمومية اللي تحرمنا منها. في هذا الصدد رسمنا السيد رئيس مجلس البلدية السعودية باش يكون هذه المراسلة اللي رسمنا بها. يشرفنا سيدي، نحن جمعية اليد في اليد السكنية بتجزئة ريفا جوج بالسعيدية بطلب التدخل لدى العمران لعدة مشاكل تعتري الحي. وعلى ذكر العمران، حنا طلبنا نشوفوها شحال من مرة، مي ليسوا بالحد، مازال حدود الساعة ما توصلنا حتى بشي رد. عندنا مشاكل كثيرة مع العمران، كثيرة بزاف، مي حدود الساعة ولا مسؤول بغا يتحاور معنا. كيف ما قلت قدمنا طلب بخصوص هذا السونتر كوميرسيال باش يعطيو لينا لتحويله لملعب للقرب خاص بالاطفال، لان اطفالنا تيلعبوا دابا غير في الشوارع، ما عندهمش متنفس، ما كاينش متنفس حياة كاع في الحي ككل، ولا كله بني، كله عمارات، كله سدوا لينا العمارات ديجا حنا السكان الاصليين ديال الحي، سدوا لينا بجميع الجهات، وحتى المرافق العموميه كيف ما تتشوفي تم الاجهاد عليها كلها تقريبا. هذه مراسله لرئيس مجلس البلدي باش يدعم الفكرة ديالنا بتحويل المركز التجاري إلى ملعب للكل. هذه مراسلة أخرى لقائد مقاطعة القصبة بالسعيدية لنفس المشكل باش يدعمنا. كانت مراسلة أخرى للسيد رئيس المجلس البلدي، ومراسلة أخيرة هي للسيد وزير الإسكان. إحنا مازال ما عرفناش دابا علاش العمران قامت بحذف هذه المرافق العمومية، علاش هذا هو البلون اللي تقدم سيدنا، علاش تم تغييره شحال من مرة، علاش ديك الموديفيكاسيون كاملة، علاش حرمنا من جميع المرافق العمومية؟ إلا كان باش يستافد عدد أكثر، إلا كان باش يستافد عدد أكبر من الناس، فالناس المحسيين أو الناس اللي كانت عندهم، يعني اللي محسيين نورمالمون كانوا عندهم بلايصهم في هذا البلون بلا ما يدخلوا لنا في المرافق العمومية. حبيت نشير في الأخير المشكل
يستافدوا مستقل اقتصادي اللي زبطتهم 14 مليون موقع ديالهم في البلان هما هادو مازال هاد هما هادو اللي زبطتهم 14 مليون مازال هاد العينه من الموظفين البساط اللي رواتبهم تتقل على 3000 درهم مازال حدود الساعه ما توصلوش بالشقق ديالهم رغم تسليمهم للتسبيق من سنه 2011 المشكل فين كاين هو ان العمران مازال حدود الساعه تتماطل في اعطائهم شهاده الملكيه كما ان الشركه المكلفه بالبناء شركه بيجو رفضت اعطاء شهاده الوعد بالبيع وهذه الشواهد هذو مهمه جدا لهذه الفئه من الموظفين الصغار باش يحصلوا على قرض بنكي باش يقدروا يستافدوا من هذه الشقق الاقتصاديه لان كيف ما تتعرفوا الصومه الكرائيه في مدينه السعوديه هي باهظه الثمن بالنسبه للموظف وخاصه في فصل الصيف.